What do you want for tea? تستعد ميشيل لإعداد وجبة العشاء لأسرتها، لكن هذا لا يعني أنها تمتلك ما يكفي من الطعام. فميشيل كغيرها من آلاف الأشخاص في المملكة المتحدة تعتمد على معونات غذائية تحصل عليها من بنوك الطعام. وبالرغم من أنها تعمل هي وزوجها، إلا أن دخلهما لا يكفي أحيانا لتوفير الطعام الكافي. وصلنا إلى مرحلة لم نجد ما نأكله. صرفنا ما لدينا من مال على إيجار البيت ودفع الفواتير. ذهبت ذات يوم للمطبخ لتحضير الطعام ولم أجد سوى علبة صلصة طماطم. ماذا تستطيع فعله بهذه العلبة؟ لا شيء. في جمعية سان جورج كريبت الخيرية يوفر المتطوعون وجبات ساخنة للمحتاجين. عادة ما ترتبط مشكلات الجوع ونقص الغذاء بدول العالم الثالث، لكن وفق إحصائيات منظمة تراسل تراست الخيرية، فإن عدد متلقي مساعدات بنوك الطعام ارتفع إلى الضعف خلال العام الماضي. في السابق كانت أعمار الأشخاص الذين يأتون لتلقي المساعدات تتراوح بين 40 و50 عاما. الآن يأتينا شباب في العشرينات من العمر، قصصهم محزنة للغاية، فبعضهم أصبح بلا مأوى لظروف عائلية أو لأنه غير قادر على دفع الإيجار. تجتهد هذه الجمعية في مساعدة الأشخاص المحتاجين للطعام، لكن الفجوة تبقى كبيرة بين من تصلهم هذه المساعدات وبين العدد الإجمالي للجوع في بريطانيا والذي يقدر بعشرات الآلاف. فجوة تزيد من اتساعها الأزمة الاقتصادية في بريطانيا والعالم. افتتح بنك الطعام في مركز جوبيلي بليدز العام الماضي، وهو يعمل بشكل مباشر مع منظمة تراسل تراست، وقد شهد إقبالا كبيرا لم يتوقعه المتطوعون. داريل يبلغ من العمر 19 عاما، وبعد أن فقد وظيفته في محل لصنع العصائر لم يعد قادرا على شراء ما يحتاجه من طعام. الحصول على وظيفة ليس بالأمر السهل الآن. فقد تقدمت ب 15 طلب وظيفة الأسبوع الماضي وأجريت مقابلتين لكن لم أوفق. المشكلة أن هناك آلاف الأشخاص يتقدمون لنفس الوظيفة. تقول الحكومة البريطانية إنها ملتزمة بدعم الأسر ذوي الدخل المحدود، وإنها تعمل على إعفاء أكثر من 2 مليون شخص من الضرائب بحلول العام القادم ورفع المعاشات للمتقاعدين. ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، تتوقع منظمة تراسل تراست أن يصل عدد المستفيدين من بنوك الطعام في بريطانيا إلى 500,000 شخص بحلول عام 2015. شيماء خليل، بي بي سي، من مدينة ليدز بشمال المملكة المتحدة.